السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على اليوتيوب معنا فيديو لحدك ما تحس بالراحة جامدة الفيديو عودك تشترك القناة وتضغط لايك على مكسكلة أكبر عدنا لايكات. يلا هنبدأ الفيديو. بدأنا الفيديو هو الفيديو السلايم بكابل السلايم على البتاع السلايم اللي بتاعنا بيه مواد متشكلة كل حاجة مادة لزجة المادة اللزجة وهي بتنزل دلوقتي دي رسمة ناروتو دي كلها أرسام انمي دي كلها انميات يعني شوف الورقة بتكون معمولة افتحها يتحرك انمي شكل ايه من الاشكال دي شوف دي معاها كورة واو معانا اتعملت ازاي طلعت بتاعي فوقه واو دي كتابة بالليزر بيعمل حروف الكيبورد تعرف تفتح الكيبورد 1 3 10 شباك دي باللغة الصينية كيبورد باللغة الصينية دي واو ده عامل زي الكاتشب وكده ده الكفتة بتشيله والحشاشة على طول دي بتعرف البنج بوب واو لكن طلع ايه بتاع من بوب على طول بتاع من بوب دي بتاع الوخ بحط بتاع جوا كورة بحط جوا مادة ايه حمرا ولا كده دي مادة جوا بتاع حمرا وبتاع دي بلف اسمه غز البنات ولا بتاع بس ايه دي لون الوان ماشي لون واو عملها ازاي اعملها كده فوقها بالارض بس دي هو ده عامل زي رسم دي عامل زي رسم في البطة عامل ازاي عامل رسم في البطة وعاملينها شعر كمان بص عاملينها شعر وكأنه بنحن فيها دي بتاع البيوت البدائية دي بتمنع الرطوبة وبتمنع الحد مش خلي الرطوبة حد المية دي بيوت بتكون معمولة من خشب وكده ده بنقط حط نقط ألوان وبعد كده حط حاجة فوقيها واو عاملك رسمة مرة روعة رسمة مرة روعة شوف الرسمة عاملة ازاي دي دوامة جوا المية دوامة جوا البحيرة وكده دوامة عاملة ازاي بتشفط كل حاجة بتشفط مية بتكون بقى دي في البحر دوامة كبيرة بتشفط السفن بتشفط حاجات كتير دي بيقطع نظام زي العيش كده أو العجينة بيقطعها شوف عمال بيقطعها ازاي واو دي بيرسم على التلج شوف بيرسم ازاي على التلج واو رسمة مرة روعة مرة عايزين نجرب الحياة دي بس ان شاء الله نجرب دي الشوكولاتة وكده دي الشوكولاتة بص بلفها عشان المادة دي لزجة عايزة مقاومة عشان يشيلها بص عمال يشيلها ازاي مش عايز تتشال دي كوكبات نعمل زي كوكب الارض وكده كوكبات كلها نعمل زي كوكبات كلها بص عاملة ازاي هيورينا دلوقتي هي عاملة ازاي بص واو شوف دي نزل جو التلج عمقه قد ايه عمقه قد ايه التلج شوف عمقه قد ايه عمقه ان احنا ننزل بيها شوف اخره قد ايه يعني مدي عشان واحد صغيرة لو نزل في التلج ممكن يحصل حاجة لا قدر الله واو دي تلج ده دي تلج على صينية ولا بتاع ده كده دي واو شوف دي رياضات تزلج شوف مرة خطيرة موت شوف دي بركان البركان عامل في السماء شوف البركان طلعها ساعة وكام في البركان دي برضو دي بحطها بالشجرة كان هي زي الشكل كده كان دي ورد كان هي ورد دي في الخريف طبعا مش في الربيع دي في الخريف دي في الخريف طبعا شوف دي رسمة ورد رسمها ازاي على الحيطة رسمها جزء على الماء ازاي شوف الرسمة دي عين لكن هي رسمها بس تشوفها اللي شوفها من بعيد تحس هي عين حقيقية وكده شوف دي النحل النحل هو شوف النحل بيشيل ازاي يعني شوف قول لك معلقة دي بقى ايه واحد نفسه يجرب الحياة دي كلها دي بقى بيرسم ورد على البتاع كأنه ديكور وكده عشان ايه هيبيعه للناس وكده رسم من البتاع اهو عمال يرسم فيها رسم اهو شوف بقى دي غزل البنات بس دي ده الوان وكده دي لون غزل البنات شوف دي لون هتلاقي هيبدأ بقى الوقت يرسم عليها ولا يعمل اي شكل دي رسم برضو ايه زي في الاول وكده كل صفحة الاشتراك نصل الى 100 مشترك واضغط لايك نصل الى اكبر